المفكر الروسي ألكسندر دوغين يقول الاتحاد الأوروبي بكل منحرفيه العالميين هو الخاسر الرئيسي من ثورة ترامب. شوية حتى أنبهكم على شغل. دوغين يقول ناهيك عن أوكرانيا محكوم عليها بالفشل. اليوم العالم شنو يا دوغين؟ يقول العالم الآن هو عالم الرجال، شيل الراء حط الدال شو تصير. فهو يقول العالم الآن هو عالم الرجال. هذا دوغين هو أكبر صهيوني من العالم. الزواجين يقول لك روس ضدهم. الآن شنو هاي التحويلة مالت من؟ تعرفونه مو؟ هاي التحويلة التغيير التبديلة نفسهم. يعني يقول لك النظام العالم القديم اللي جاي جماعة النظام العالمي ترامب وجماعته راح ينقلبون على النظام العالم القديم. هذول سواء جماعة الجديد بعد من نايلو راح ينقلبون على القديم. هم نفسهم هم نفس الشيء. يعني من راح يجي مثلا راح يجيبون جزمة يقول لك شنو والنظام العالم الجديد راح ننقلب به على هؤلاء المنحرفين العولميين. الآن يسمون ترامب العداوة. المشكلة العداوة يقول لك بين روسيا والأمريكا، ويسمون ترامب ثورة ترامب جاية. لأن هم يا أخي بس واحد شوي ينتبه، يعني ينتبه لما يحدث. انتبهوا هذول ترى كلهم هؤلاء حاطين إيديهم بيدين بعض ضدنا. الهدف هناك، دير بالكم ترى من يحقق الهدف خلاص أوروبا. ولكن أنتوا تعرفون يريدون، يعني هسه اكو تغيير بالوضعيه، اللي قادم يختلف. لا هو راح طبعا راح يمشي نفس المسار تقريبا 100 عام، نفس المسار ما راح يتغير. بس يا ريت الناس هذه العالم اللي راح تنتقل الى النظام العالم الجديد يحافظون على عيالهم، يحافظون على تربيتهم، لانه شويه الوضع القادم صعب. يعني احنا جد كنا يسمونا مجتمع شرقي مغلق، صحيح؟ راح ينفتح رأسه. وهذا طبعا اكو ناس تنتقد السعودية شلون انفتحوا بهذه الطريقة، هي جاية على الجميع. خاف تقولون السعودية، ما يعني ليش نقول شوية ثقلون، يعني لا تروحون للعالم وبديهم. كل الشرق الأوسط راح يتجه بنفس الاتجاه، انت لا تروح بعدين تقول انا شلون طقوك تسكت. من يحشون يقول لك وين كنت تنتقد؟ ما ادري، هي جاية عليك.